السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم فيه على حاجة مهمة جدا. الحاجة دي يا جماعة هو يوم خطير ويوم مهم في ديسمبر. اليوم ده يا جماعة لازم تعملوا فيه الامر اللي انا هقوله لكم ده. بس في البداية محتاج اقول لكم حاجة مهمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نغطي الطعام والشراب لو خلصنا منه. يعني لو كان في اناء في طعام او في شراب بنغطيه، بتغطيه بقماش او بتغطيه بكده، حتى لو كان في التلاجة برضو الافضل ان انت تغطيه. بس الامر ده عموما في الدين على الاستحباب، يعني هو مستحب، بس في شهر ديسمبر خصيصا الامر ده يا جماعة مهم جدا. ليه بقى؟ لان جه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه، وركز معايا جدا في الحديث ده عشان هقول لك دلوقتي ايه سر الحديث ده وايه السر ان انت تغطي الاناء بتاعك وتغطي الطعام بتاعك. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: غطوا الاناء واذكروا اسم الله، ان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء الا نزل فيه من هذا الوباء. وهذا الحديث صحيح، جاء في البخاري ومسلم. يعني الحديث ده بيقول لنا يا جماعة ان في يوم في العام، اليوم ده بيبقى فيه وباء، بيبقى فيه وباء. وركز في الكلام اللي انا بقوله لك، بيبقى فيه وباء. الوباء ده اليوم اللي في السنة ده، الوباء ده ما بيسيبش اناء ليس فيه غطاء الا وقد نزل فيه من هذا الوباء. فانت عشان تحمي نفسك وتحمي بيتك وتحمي اسرتك، انصحك ان انت في شهر ديسمبر اي اناء فيه طعام مفتوح تغطيه. لو انت بتحط الاناء بتاعك او الحاجة بتاعت الشرب في التلاجة غطيه، اي اناء يا جماعة مهما كان. وانصحكم كمان نصيحة تانية مهمة جدا، وهي ان انت لو انت بتحط الاناء بتاعك في المطبقية مثلا او كده قبل ما تستخدمه، انصحك كمان ان انت تغسله. يعني انصحك ان انت تغسله، حتى لو غسله انصحك ان انت تغسله تاني، خصوصا في هذا الشهر. ليه بقى يا جماعة؟ لان العلماء قالوا ان في الشهر ديسمبر، ان في شهر ديسمبر يرجح انه يكون اليوم اللي بينزل فيه الوباء. يعني العلماء، في بعض العلماء قالوا ان ان اليوم اللي بينزل فيه الوباء هو شهر ديسمبر من الشهور الميلادية. طب في اي يوم يا عبد الله من شهر ديسمبر؟ لا مش عارفين يا جماعة. فالافضل ان انتوا تخلي بالكوا جدا يا جماعة في الشهر ده، خلي بالكوا جدا في الشهر ده من الامر ده كويس، ان انت كده بتحمي نفسك وبتحمي بيتك وبتحمي اسرتك من هذا الوباء. والامر ده ما تستهونش بيه، الامر ده مهم جدا لازم يا جماعة كلنا نعمله. لان زي ما قلت لكم الله عز وجل لا يأمرنا بشيء، ولا لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لك شيء فهو ناطق عن الله عز وجل. فالله عز وجل عندما يأمرنا بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا بشيء، هو بيخبرنا الحكمة يا جماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لك حاجة تعملها هو بيقولها لك لحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحاجة دي هي قالها لنا عشان نفعنا، لأن زي ما قلت لكم في السنة بينزل فيه يوم، بينزل فيه وباء ما بيمرش بإناء ليس عليه غطاء إلا وقد نزل فيه من هذا الوباء. فخلي بالكم جدا يا جماعة من هذا الأمر. فبس كده، اتمنى لو استفدت من الفيديو تدعي لي بس دعوة حلوة كده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.